فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يسأل يقول: هل يا شيخ نقرأ بعض الكتب المخالفة لبيان معرفة ما في كتبه من الباطل والسفاهات المنكرة؟ لا تقرأ، اقرأ كتب الحق، اقرأ القرآن واقرأ السنة واقرأ كتب العقيدة التي فيها بيان الاعتقاد الصحيح، واقرأ كتب الفقه التي يبين فيها الأحكام، ودعك من هذه الكتب، هذه إذا احتيج إلى قراءتها فيقرأها العلماء الراسخون لرد ما فيها من باطل. أما قراءتك لها فهذا فيه مضرة عليك، من حيث أن بعض الشبهات قد تدخل ولا تخرج. وقد نقلت لكم مرة قول عبد الله المبارك وهو إمام من أئمة التابعين، قال: خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. نعم.